طبعا بالتحديد اقل ممكن حاجه اخد وخد بالك. صوتك جامد دكتور. فاكرين الملخص اللي عملناه في الدلتا اتش والدلتا طبي اتش؟ قطع، طبي قطع. فاكرين الملخص اللي عملناه في الاتش والدلتا اي؟ كنا عملنا ملخص كده، قلت لك اقسم الصفحه معايا نصين، فاكرين؟ تمام. ايوه. احنا بقى هنعمل كده، هنعمل كده نفس الكلام ده، اقسم لي الصفحه نصين، هنعمل ايه؟ هنعمل دلتا جي وايه تاني ودلتا اس. عايزين نجمع كل قوانين الدلتا جي والدلتا اس علشان نعرف ندخل المسافه. احنا قلنا كام طريقه نقدر نجيب بيها او نحسب بيها الدلتا جي، كام طريقه؟ مين فاكر؟ خمسة سطور، خمسة ستة، دكتور. ايوه انتوا عايزين معايا وبتذاكروا. هو الصوت بيقطع جامد. هو الصوت الاولى بيقطع يا دكتور، هو ده من عندي ولا من حضرتك؟ وما عندنا كلنا تقريبا. الصوت مش واصل، بيقطع عندي. الصوت بيقطع. الصوت لسه بيقطع. يا دكتور. يا دكتور. لسه بيقطع؟ لا الصوت كويس. شباب الصوت كده تمام؟ المفروض دلوقتي الصوت واضح. الو ده بيقطع دكتور، الدكتور بيقطع لسه. ممكن حضرتك تشوف السيجنال عند حضرتك ضعيفة أو حاجة يعني. كده الصوت واضح. الصوت كده تمام شباب، يا ريت نرد عشان ابقى فاهم الصوت بيوصل ولا لا. تمام كده، هو كده وصل. خلاص تمام. طيب يلا، اول طريقه ان انا الدلتا جي ايكوال نيجاتيف تي في الدلتا اس توتال. يبقى انا اول طريقه ان انا علشان احسب الدلتا جي لازم يكون معايا حاجتين، التمبريتشر خلاص وايه والدلتا اس توتال. طيب الطريقه الثانيه نمبر 2، لو انا عندي رياكتانتس اديتني برودكتس يبقى الدلتا جي بتساوي ايه؟ بتساوي دلتا جي فورميشن للبرودكت ماينس دلتا جي فورميشن للرياكتنت. وده ابسط تعريف للدلتا جي، الدلتا هي برودكت ناقص رياكتنت. وقلنا لو في اليمنت دكتور في حد بس دلتا مع حضرتك جي كويس. ممكن يا باشمهندس اللي فاتح المايك يقفل المايك عشان ما اعملش ميوت من عندي لكل الناس؟ حضرتك ممكن تعمل 100 اول وخلاص. وبس يا احسن هو باشمهندس بشويه يقفل المايك. الاحسن انك تحط صوت عليه وهو لسه ما شافش بس رد كده يقفل الازازه ده.
طيب الدلتا جي فورميشن للإليمنت إيكوال إيه؟ زيرو. دي السكة الثانية. وقلنا إمتى استخدمها؟ لو كان مدينا دلتا جي فورميشن للبرودكت ودلتا جي فورميشن للرياكتنت شبه قانون شابتر 4 بتاع الدلتا اتش بالظبط، ولو لقينا إليمنت في الإيكويشن بإيه؟ بنحطها على طول بزيرو. وده يعني أبسط سكة وأبسط طريقة من في الطرق كلها. طب نمبر 3 قلنا ده قانون مهم جدا اللي هو دلتا جي ايكوال دلتا اتش ماينس تي دلتا اس. طيب قلنا القانون ده علشان اعوض فيه واجيب الدلتا جي يبقى ايه؟ لازم يكون عندي حاجتين مهمين، وطبعا التمبريتشر اساسي، حاجتين اللي هم ايه؟ الدلتا اتش والدلتا اس. طيب لو انا ما كتبتش جنب الدلتا اس سيستم يبقى لازم تعرف انها سيستم، علشان في المسائل انا هطلب اقول لك كالكوليت الدلتا اس، دلتا اس وسكت يبقى قصدي بيها سيستم خلاص. انما لو توتال او سراوندنج لازم اجيب لك جنبها كده في ديل الدلتا اس احط لك ايه بخط صغير كده يا توتال يا سراوندنج، انما لو سيستم مش هكتب. اتفقنا؟ علشان لو طلبتها منك في السؤال. طيب الطريقه الرابعه ان انا الدلتا جي بمعلوميه الاكتيفيتي دلتا جي نوت بلس 2.3 ار تي لوج الاي. وما هي الايه؟ الايه ديت الاكتيفيتي. بتتحسب ازاي؟ قلنا الاكتيفيتي بتاعت البرودكت على الاكتيفيتي بتاعت الرياكتنت، يعني الاكتيفيتي دي نسبه. وافكركم تاني الاكتيفيتي دي كنا بنقول عليها ايه؟ نشاط التفاعل. امتى اقول ان التفاعل نشيط؟ لو ادانا كميه برودكت عاليه. امتى اقول التفاعل مش نشيط؟ لو ادانا كميه برودكت قليله. طيب في المعنى ده افهم ايه؟ انها نسبه بتوين البرودكت على الرياكتنت، اكتيفيتي بتاعت البرودكت على الاكتيفيتي بتاعت الرياكتنت. هحسبها يا اما هديها لك جاهزه، اديتها لك جاهزه اعوض بيها عادي، خليتك تحسبها يبقى هنحسبها مفيش مشاكل ونعوض بيها ونجيب الدلتا جي. طيب السكه الخامسه مشتقه من الرابعه، بمعنى ايه؟ قلنا ات ايكوليبريم، ات ايكوليبريم بنعمل ايه؟ دلتا جي نحطها بزيرو. يبقى لما احط زيرو في القانون ده فاكرين كان القانون يقول الى ايه؟ دلتا جي نوت ايكوال نيجاتيف 2.3 ار تي لوج الكي بي. ايوه، والكي بي ده اسمه ايه؟ قلنا ده ثابت الاتزان، الايكوليبريم كونستانت، علشان لكل ايكوليبريم او لكل حاله ايكوليبريم في حاجه اسمها ثابت الاتزان. خلاص؟ طيب هدف الطرق دي كلها، هدف الطرق دي كلها عشان كنت افكرك كان ايه؟ ان انا بحسب الدلتا جي بتاعت الرياكشن عشان اشوف الرياكشن هيتم ولا مش هيتم. فبناء عليه الدلتا جي باي طرق من الطرق دول، الدلتا جي لما تطلع بالنيجتيف الرياكشن كان هيكون ايه؟ سبونتينيوس. لما الدلتا جي تطلع بالبوزيتيف يبقى نون سبونتينيوس. لما عشان يبقى ملخص كامل معاك، دلتا جي تطلع بزيرو يبقى اسمه ايه؟ ايكوليبريم بتوين ايه؟ بتوين التوس، بتوين الاكتنت والبرودكتس. ونبروز كده عشان ده مهم. يبقى انا بعد ما عرفت الملخص يا جماعه ماشي بطريقه معينه، بعد ما عرفت طرق حساب الدلتا جي نلخص الفاليو. يبقى معنى كده انا ما يهمنيش الدلتا جي كفاليو، انا يهمني الساين بتاعتها هي اللي هتقول لي الرياكشن هيتم ولا مش هيتم. تمام. السبونتينيوس، كلمه سبونتينيوس يعني ايه؟ فورورد ولا باكورد؟ يعني سبونتينيوس يعني ماشي في الاتجاه الفورورد العادي بتاعه، نون سبونتينيوس يعني ماشي في الاتجاه الباكورد. ايكوليبريم بنمثلها بايه؟ نص سهم فورورد ونص سهم باكورد، علشان لو طلبت منك الدايركشن يبقى لازم عن طريق السبونتينيتي برضو. يبقى الدلتا جي دي حاجه اساسيه يا جماعه ما اقدرش استغنى عنها باي طرق او باي سكه من السكك دي، او الخمس سكك لازم اجيب لك منهم ثلاثه في الامتحان. ما انا بقول لك الثيرمودينامكس تلت الامتحان، ثلاثه من دول ما كانش اربعه كمان، يعني لسه ما يعني ما حطيناش الامتحان بيجي لك يعني باي مينيمم ثلاثه اقل حاجه. فانت علشان تعرف تختار في الامتحان لازم يتقسموا كده في دماغك، السكه الاولى السكه كده بينا وبين بعضينا. خلاص؟ طيب قوانين الدلتا اس بقى قوانينها كتيره ولا صغيره؟ تعال نشوف مع بعض. بحسبها ازاي؟ لو انا عندي رياكتنتس اديتني برودكتس، طيب يبقى الدلتا اس بكام؟ الدلتا اس بايه؟ ايكوال اس برودكت ماينس اس. ده ابسط زي ما قلت الدلتا دي يا جماعه ابسط حساباتها برودكت ناقص رياكتنت، ابسط حساباتها. طيب لما نيجي نحط هنا عشان نقارن بين السكه الثانيه هنا والدلتا اس، الاس element ايكوال زيرو ولا نوت ايكوال زيرو؟
not يعني ايوه بالظبط ايوه نوت ايكوال زيرو. ده اللي كان بيقوله الثيرد لو لو كنتوا فاكرين. الثيرد لو بيقول ان مفيش حاجه ايكوال زيرو، لان درجه الحراره اللي الانتروبي عندها بزيرو انا مش هقدر اوصل لها نيجاتيف 273. فلما تيجي تشوف المعنى الرياضي للقانون فبتقول العكس، العكس بتاعه، لان هو ده الواقع بتاعنا. خلاص. طيب ايه كمان قلنا؟ ان الدلتا اس توتال، طبعا انا بلخص كوني الدلتا اس بما اللي هما ايه، سيستم وسراوندينج وتوتال. لازم تكون عارف ان انت عندك 3 دلتا اس، وتكون كاتب كده بطريقتك ان السيستم ما بكتبوش جنب الدلتا اس، عشان لو طلبته منك ما تتلخبط، ما تجيش تقول لي في الامتحان تقعد تقول لا انا عايز الدكتور، لا انا مش عارف ايه، انا عايز اسال دي سيستم ولا سراوندينج ولا توتال. لا انا بقول لك هو من دلوقتي لو دلتا اس وسكت يبقى معناها سيستم. طب الدلتا اس توتال ايكوال ايه؟ دلتا اس سيستم بلس دلتا اس سراوندينج، مجموع الاثنين مع بعض، لان قلنا السيستم بيأثر على السراوندينج. طيب قلنا ايه كمان؟ ازاي احسب الدلتا اس سراوندينج؟ مين جدع فاكر الدلتا اس سراوندينج كنت بحسبها ازاي؟ نيجاتيف دلتا اتش اوفر تي. ايوه برافو، ممتاز جدا. نيجاتيف دلتا اتش، بس الدلتا اتش دي لازم ايه؟ سيستم. سيستم ايوه system. علشان قلنا ايه؟ قلنا السراوندينج والسيستم الاثنين عكس بعض. على ايه بقى؟ على التمبريتشر. خلاص بتاعت مين؟ بتاعت السراوندينج. لو انا بحسب، اشوف انا بحسب ايه، لو انا بحسب الدلتا اس سراوندينج يبقى دي التمبريتشر بتاعت السراوندينج. طيب لو انا عايز احسب الدلتا اس سيستم يبقى هقول ايه؟ هقول دلتا اتش عادي على التي يا جماعه، يعني مش هقول نيجاتيف. ليه؟ لان طالما الاثنين سيستم يعني انا لقيت هنا سيستم وهنا سيستم ما احطش نيجاتيف. ده سيستم، سيستم وسيستم الاثنين واحد، ما احطش نيجاتيف. انما لو لقيت سيستم وسراوندينج يبقى لازم ايه؟ احط نيجاتيف عشان الاثنين عكس بعض، وده قلناها المره اللي فاتت. ونرسم رسمه كده مبسطه. خلاص اقول ايه؟ لو انا عندي كده سيستم وده سراوندينج والسيستم ده ايفولف هيت، يبقى مين اللي ابزورب الهيت دي؟ علشان ابقى فاهم انا كاتب بالظبط كده، يبقى السيستم لما ايفولف هيت بيطلع حراره، الحراره دي بيكتسبها الوسط المحيط. خلاص يبقى الاثنين عكس بعض، لما السيستم ايفولف يبقى السراوندنج ابزورب. اتفقنا؟ طب ايه كمان يا جماعه معايا في الدلتا اس؟ في حاجات ممكن نغشها من الدلتا جي نحطها في الدلتا اس؟ اه طبعا، لان في حاجات رابطه الدلتا جي بالدلتا اس. هنقول ايه؟ هنقول نكمل دلتا جي ايكوال نيجاتيف تي دلتا اس توتال. ما هو في دلتا اس ولا ما فيهوش؟ ما احنا كتبناه هنا، نكتبه هنا تاني. ايه كمان؟ دلتا جي ايكوال دلتا اتش ماينس تي دلتا اس وسكت، يبقى قصدي ايه؟ دلتا اس سيستم. يبقى عندي اهو قانون للدلتا اس توتال وقانون للدلتا اس سيستم، دي قوانين الدلتا اس كلها. واروح ملخص كده تحت، انا ايه اللي يهمني في كل ده عشان احسب السبونتينيتي؟ الدلتا اس توتال لو ايكوال بوزيتيف يبقى ده ايه؟ سبونتينيوس. لو الدلتا اس توتال بالنيجاتيف يبقى نون سبونتينيوس. لما الدلتا اس توتال ايكوال زيرو يبقى ايكوليبريم. خلاص، وهو ده الهدف من حساب الدلتا اس توتال، وهو ده الاهم بالنسبه للدلتا اس. بينما السيستم والسراوندنج دول وسيله عشان اجيب بيها الدلتا اس توتال، يعني دي خطوه من الخطوات. انما انا ما يهمنيش السيستم يعني في تحديد السبونتينتي ولا السراوندنج بس، ما ينفعش. احنا شفنا مثال المره اللي فاتت وقلنا لو اعتمدنا على السيستم هنيجي في بعض الحاجات مش هنعرف نقول دي سبونتينيوس ولا نون سبونتينيوس، شفناها. واكتر مثال، اكتر شاهد على كده، تحول ميه لثلج. هنا تحول الميه لثلج بيبقى ايه؟ سبونتينيوس. بينما في البلاد اللي بره نيجاتيف 5 ونيجاتيف 10 درجه الحراره بيبقى تحول الميه لثلج سبونتينيوس، بدليل السماء بتمطر ايه بره في المانيا مثلا، بتمطر ثلج، صح؟ يبقى تحول الميه هناك، تحول ميه لثلج بيبقى سبونتينيوس. طيب وعشان نكمل الملخص بتاعنا، قلنا امتى يكون في ايكوليبريم؟ لما يكون في ها بويلنج بوينت، ما يكون في ايفابوريشن فريزنج بوينت. ايوه سبليميشن. في كل الحاجات دي على طول الدلتا جي والدلتا اس توتال ايكوال زيرو، لان دي حاجات هتبقى مش هديها لك في المساله، انت لازم تعوض عنها بزيرو. لما اقول لك بويلنج، لما اقول لك فريزنج سبليميشن، ليه؟ لان البويلنج يبقى ايكوليبريم بتوين الليكويد ومين؟ والفيبر. هنا فريزنج وميلتنج ايكوليبريم بتوين الليكويد والسوليد، السبليميشن بتوين السوليد والفيبر. يبقى انت كده يا جماعه لخصت القوانين كلها علشان تبقى قدامك زي مين؟ زي الدلتا اتش والدلتا اي.
لما جبنا الدلتا اتش من اول ما خدناها خالص كده انت خلاص يبقى كده انت بتقول ايه انا خلاص القوانين كلها قدامي مفيش فورمولا شيت فلازم القوانين دي كلها تتحفظ بالطريقه دي انك تكون الحاجات كلها قدامك خلاص. طيب ندخل بقى في المسائل خلاص كتبنا اه طبعا يا دكتور تمام ندخل بقى في المسائل مسائل الشيت اللي نزلت هي دي اللي انا هحلها اللي بيقول لك كمان عندنا for the vaporization of مثال الكحول عندنا مثال الكحول CH3OH اهو قول عندك في الشيت دكتور السلايد وفي هنا اللي حضرتك ما شغلتش في حاجه الصوره واقفه واقفه لحد هي ظهرت ظهرت تمام هو بس برضه الكونكشن ضعيف شويه طيب المساله دي يا جماعه تعتبر باربع مسائل يعني المساله دي لما نيجي نفكها كده المطالب انا مش هجيب لك يعني اكتر من مطلوب في الامتحان هي سؤال ام سي كيو بيبقى حاجه واحده بس فالمساله دي فيها ايه ودي دي هو بيقول لك المعادله زي ما قلت لك انت بتفرز وخلاصه انت بتفرز اول حاجه زي السيرمو كيمستري والسيرمو داينامكس هل ينفع نحل السؤال من غير معادله ما ينفعش وقلنا معادلات ايه يا فيزيكال تشينج تغيير فيزيائي يا اما كيميكال تشينج تغيير كيميائي التغيير الفيزيائي ده بيبقى تغيير في الستيت بس صح ولا غلط انما التغيير الكيميائي بتبقى حاجه بلس حاجه ادتني حاجه بلس حاجه كلام منطقي ولا مش منطقي كلام منطقي هو بيقول لك في حاله تبخير الكحول من ليكويد لجاز الدلتا مديك جيفن الدلتا اتش اهي نهايلايت على ال- 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 الحاجات اللي هتفيدنا في الحل مفاتيح المساله ومديك الدلتا اس نوت خلاص ومديك تمبريتشر وبريشر وبيقول لك كالكوليت اربع حاجات بقيه الحاجات اللي عندك دي بس اول حاجه عايزك تلاحظها في المساله سيكند لو سيرمو داينامكس اول حاجه عين دلتا اس اول ما اديك اس في المساله تجري على طول تحولها لكيلو جول عشان ما تتلخفنش دي حاجه انا موجوده في الجداول بالجول انا بقول لك وانا هديها لك بالجول حلو وانت لازم يكون عندك الوحدات متوحده انت عندك هنا دي بالكيلو جول ودي بالجول ينفع ولا ما ينفعش صح حوالي 0.011 من اول حاجه من قبل ما اشوف المطاليب يبقى ايه تايم 10 باور نيجاتيف 3 واحد يقول لي طب ما انا ممكن احول الثاني للجول واشتغل براحتك مش مشكله بس طبعا انتوا عارفين الحاجات لما بتبقى بالجول فالرقم بيكبر معاك فيعني انا دايما بحب اشتغل بكيلو جول عشان تبقى الارقام صغيره ومنطقيه معايا فما تخضش يعني وعلى حسب كده كده الاختيارات لما توجهك خلاص حولنا دي بقت ايه بقت كيلو جول دي اول حاجه لازم تعملها تمام بيقول لك بقى كالكوليت نورمال بولينج بوينت بتاع الكحول يلا الانسر مين يشتغل معايا اجيب ازاي النورمال بولينج بوينت يعني هو عايز تمبريتشر التمبريتشر دي اللي هي النورمال ايه دلتا اتش على النورمال بولينج بوينت اس سيستم لا اس توتال واحده واحده ده بص انا 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 ممكن اسمع كل الاراء بس بعد اذنكم عايزين طريقه حل منظمه يعني واحد يقول لي ايه واحد يقول لي يا دكتور ده في كلمه بولينج بوينت واحد خدنا دلوقتي لسه من شويه يعني ايه بولينج بوينت البولينج بوينت يعني ايه يعني يبقى ايوه يبقى ايكوليبريم والايكوليبريم يعني ايه يعني الدلتا جي ايكوال زيرو ايوه خليك منظم كده يعني الدلتا اللي عندك الايفوليوشن ايكوال ايه ايكوال زيرو حلو طيب يبقى انت دلوقتي عايز قانون يربط الدلتا اتش دلتا اس بالدلتا جي هتقول لي انهي سك 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5 شوف روح افتح وشوف ما انت كاتب معايا هنختار انهي سكه 3 اي ليه ايوه بالظبط كده يبقى دلتا جي ايكوال دلتا اتش ماينس دلتا اس لان هو ده القانون اللي فيه الحاجات اللي مدهاني في المساله طيب بس انا لما اجي اعوض في القانون هحط الدلتا ايه جي بزيرو
يبقى الدلتا اتش بقت ايكوال تي دلتا اس. خلاص ما انا مديك الدلتا اتش ومديك الدلتا اس، يبقى تعرف تجيب التمبريتشر ولا لا؟ يبقى انت لما حطيت الدلتا جي في زيرو كده انت بتجيب التمبريتشر عند البولينج بوينت. يبقى لما اجي اقول هات افترف لوحدها يبقى دلتا اتش على ايه؟ على دلتا اس ايكوال عوض تعويض مباشر، ما فيهاش اي على كام. وانا طبعا مأمنك انك لازم تحولهم وايه تخلي اليونتس كلها مع بعض. هتطلع كام؟ ها هتطلع كام معايا؟ تطلع ب 336.9 337 يعتبر. اه حلو. طيب حلو، لو انا جبت لك الام اس كيو لحظه شكرا شكرا يا دلوقتي لو انا عايزها سيليزيوس هتقصناها ولا تزود عليها؟ نقص منها 200. اخدنا احنا الحته دي قبل كده، يبقى هتطلع كام؟ هتطلع 64 تقريبا صح كده؟ تمام 64 تمام يا 63 هتطلع تمام ديجريس. يبقى خليك لماح واعرف السؤال عايز منك ايه. ده بالنسبه للمطلوب الاولاني. المطلوب الثاني بيقول لي كالكوليت الدلتا جي نوت، الدلتا جي نوت عند 25. بصوا يا جماعه مسائل الثيرموداينامكس لازم اقول لك احسب لي ده عند ده. عارف معنى السؤال ايه؟ بيقول لك هل التفاعل ده او هل التحول ده تلقائي ولا غير تلقائي عند 25؟ ده معنى السؤال. ما انت لازم تعرف المعنى الاكسبريشن ده بيدل على ايه. عايز يعرف عند 25 التحول اللي فوق ده كونتينوس ولا لا. هنحسب الدلتا جي ونشوف. لو طلعت بالبوزيتيف اقول له والله تمام، سوري هتطلع نونس كونتينوس. لو طلعت بالنيجاتيف اقول له ده كده تمام هيطلع كونتينوس. احسب الدلتا جي وكاني ما اعرفش. يعني الناس بتقول المره اللي فاتت انا مش عارف اثرت بمؤثر خارجي، لا ما فيهاش علاقه. انا بحسب الدلتا جي وعلى حسب الساين بشوف.
كده انت بتحكم على كل التفاعلات اللي بتتم في ال 25 هي هتبقى نون سبونتينيوس. لا انا قلت ما بتحسبهاش كده، انا قلت انت بتحسب الدلتا جي والدلتا جي اللي بتحكم. هيبقى دلتا جي نوت دلتا اتش نوت ماينس تي دلتا اس نوت. بتحط نوت ما تحطهاش يعني، بس ايه يعني كده كده النوت دي انت عارف معناها ايه، ان هي اتقست عند 25. عايز احسب الدلتا جي، هو مدينا الدلتا اتش مدهاني بكام؟ انا عوضت في المساله في المطلوب اللي قبله 37.4 ماينس 298 لان هو عايزها عند 25، والدلتا اس وانا حولها من الاول ومطمن مش ايه مش قلب هيطلع كام؟ لسه حللها في محاضره الصبح تقريبا 4.3 تقريبا 4.2 ولا 4.3. يبقى كيلو جول بير ايه؟ بير مول. يبقى بوزيتيف ولا نيجاتيف مالكش دعوه بالفاليو، انا ليه دعوه بالساين بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. يبقى ايه اقدر اقول ايه؟ دكتور الصوت بيقطع قوي ولا ايه لحد دلوقتي؟ لا كده قطع خالص، هو بيقطع جامد. كده لا يا دكتور لسه بيقطع. طب بيقطع لسه بيقطع يا دكتور. عم هوش يا شباب كده تمام يا دكتور. ايوه يا شباب كده المفروض الصوت واضح معاني. تمام. تمام يا دكتور. يا ريت يا جماعه الناس تاكد الناس كده الصوت واضح. كده واضح. تمام. خلاص يبقى كده نظم تنيس. طيب المطلوب اللي بعده بيقول لك ايه؟ احسب لي الكي بي عند 25. اول ما تشوف الكي بي دماغك تروح لاني سكه على طول او لاني طريق؟ ايوه بالظبط كده، لان انا قلت لك المره اللي فاتت لو ادك كي بي او طلبها يبقى مالكش حاجه غير ده، هو معروفه يعني. فهنقول ايه؟ هنقول اهو نمبر سي الدلتا نوت ايكوال نيجاتيف 2.3 لوج الكي بي. كي بي حلو، وانت فاتح قدامك القوانين والمفروض بتبص فيها معايا. ايكوال نيجاتيف 2.3 الدلتا جي جبناها من فوق اهي، ننزل بيها زي ما هي 4.3
ال R 8.314 بس كده ولا لازم نحولها برضو؟ لا لازم اتفقنا ان ال R لازم بالظبط عشان كلها بكيلو جول والتمبريتشر عندك 298. هو بيقول لك احسب لي الكي بي عند 25 سلسيوس لوج الكي بي. يبقى الكي بي لما تيجي تحسبها هتطلع ايه؟ طبعا كلنا عارفين ان الكي بي يونتلس. احسبها دلوقتي معايا عشان اشوف في حد عنده مشاكل في الحسابات ولا لا. 0.174. طبعا يونتلس الكي بي والاكتيفيتي ملهاش يونت، انت بتاخدها كفاليو او كرقم بس خلاص. طيب ده بالنسبه للكي بي. طيب المطلوب الاخير نطلع كده بيقول لك ايه؟ احسب لي الفيبر بريشر اوف الكحول عند 25 زي ما قلت لك في مسائل السيرمو. ده لازم يقول لك اد كذا اد كذا. التمبريتشر مهمه جدا في شغل السيرم السكند لو والثيرد لو. طيب الفيبر بريشر ده بيفكرنا بايه في السكند لو؟ اول ما اشوفه كده ده بيعبر عن ايه البريشر ده؟ بيعبر عن انزل بسهم كده اكتيفيتي. الاكتيفيتي بتاعت الجاز. ايوه بالظبط الاكتيفيتي بتاعت الجاز. طب ايه علاقه الاكتيفيتي وانا عندي ايكوليبريم ستيت؟ يعني انا عندي حاله اتزان، اتزان زي ما انتم شايفين اهو. يبقى لما اجي اجيب الفيبر بريشر هجيبه ازاي؟ من السكه الثالثه برضو يبقى كده. هو الكي بي يعتبر هو يعتبر مش سكه لانه مش طالب من الدلتا جي. هو السكه دي بس للدلتا جي بس هو طالب حاجه جوه الاكتيفيتي. انا هعمل ايه؟ هكتب المعادله الثانيه اهي بس عشان ايه نبقى متخيلين المنظر. ليكويد ايكوليبريم سي اتش 3 او اتش جاز تمام. هو عايز الفيبر بريشر ده واحنا قلنا الاكتيفيتي بتاعت اي ليكويد بايه؟ بواحد المره اللي فاتت لما قلنا قيم الاكتيفيتي خلاص. الكي بي بقى لما اجي احسبها او سوري لما اجي اقول القانون بتاعها عشان احسب الاكتيفيتي بتاعت الايه الجاز هقول ايه؟ هقول الاكتيفيتي بتاعت البرودكت اللي هو بيمثله البريشر بتاع السي اتش 3 او اتش جاز على ايه؟ على واحد. صح ولا غلط؟ لان انت عندك مش معادله كيميائيه، انت عندك تغير فيزيائي، فيزيكال تشينج، تغيير فيزيائي اللي حصل في الستيت. فانت بتشوف والله اللي بعد السهم هنا بريشر، الاكتيفيتي بتاعته بريشر، فبتكتبها فوق على الاكتيفيتي بتاعت الرياكتنت اللي هي واحد. يبقى بالصدفه بالصدفه البحته طلعت الرقم ده اللي احنا حسبناه في الكي بي هو هو الفاليو بتاعت البريشر اللي انت عايز تحسبه. يبقى نكتب كده الفيبر بريشر بتاع السي اتش 3 او البريشر بتاع السي اتش 3 او اتش جاز ايكوال نفس الرقم اللي فوق بس هتزود عليه ايه؟ ATM. بالظبط كده لان ده بريشر فلازم يكون ليونت واليونت بتاعته بتبقى بالاتموسفير. خلاص فيها مشكله كده. احنا كده نعتبر حلينا اربع مطالب في مساله كانها اربع مسائل منفصله. يعني المساله هتجيلك حاجه منهم مش كلهم يعني. طيب لو انا ما خليتكش يعني انا العادي العادي مثلا انت مش هتلاقي المواضيع سيستماتيك كده. يعني ايه مش هتلاقي المواضيع سيستماتيك؟ انت هتلاقي يعني ايه سيستماتيك؟ بص كده انا لما جيت حليت المطلوب بي مش انا استخدمت الرقم ده في المطلوب سي؟ ولما جيت استخدمت حليت دي اللي هي اخر واحد استخدمت اللي انا جبته في سي. يعني اللي انت بتستخدمه في المطلوب اللي قبله بتيجي تستخدمه في اللي بعده. لا في مساله الامتحان مش دي كده. هجيبها لك ازاي؟ انا مش المفروض اقول لك كالكوليت الكي بي، انت المفروض تحسبها من نفسك علشان تجيب الفيبر بريشر. بس دي عشان مساله في الشيت فايه مساله نمطيه. بس انا لو قلت لك كالكوليت الفيبر بريشر على طول وانت عندك ايكوليبريم يبقى لازم تحسب الكي بي من نفسك، لازم تكون عندك المرونه دي مع المساله. خلاص طيب حد لسه ما كتبش؟ المسائل دي موجوده المفروض في الاساينمنت اللي نازل في الثيرموداينامكس ومزود عليها مسائل. مسألة فيها جدول. المسألة اللي فيها جدول دي مسألة بتبقى مشهورة دايما في الامتحان بس ما تخضكش المسألة دي. ليه؟ لان هي بتبقى مجمعة حاجات وارقام ثابتة للكومباوندز الموجودة في الايكويشن. فبدل ما اديها لك سيبريت بديها لك في صورة جدول منظم كده علشان تبقى ايه؟ تبقى سهل تتعامل معاه. في حاجة قلتها لك اول ما تشوفها تعمل ايه؟ اي مسألة سكند لو. شكرا. اي مسألة سكند لو بتعمل ايه؟ من جول لكيلو جول. بتجري على مين؟ ايوه بنحاول الاس من جول لكيلو جول. يا جماعه دي حاجه انا بعتبرها من الحاجات اللي هتبوظ لك المساله لو ما عملتهاش. هتبوظ لك المساله لو ما عملتهاش.
لان المسائل زي ما انتم شايفين مترتبه على بعض المطاليب، فلو لو ده مش مظبوط معاك يبقى التاني والتالت والرابع مش هيطلعوا مظبوطين معاك، يبقى من بابه كده يا ده يا ال2 جول يا ال2 كيلو جول تايم سين بار ايه، تايم سين بار ايه علشان يبقى ايه بالكيلو جول وده بالكيلو جول. هو مدي ايكويشن هنا كيميكال ايكويشن، يبقى الفرق بين المساله دي واللي فاتت عشان تفرز المسائل اللي فوق كانت فيزيكال تشينج انما ده ايه كيميكال تشينج، معادله كيميائيه عاديه، ده بلس ده اداني ده C2H6 جاز. ومدي الدلتا اتش بتاعت مين؟ بتاعت الرياكشن كله. ومدي الدلتا جي اف والاس بتاعت ال C2H6 وال C2H4. بيقول لك is the reaction spontaneous or not at 25 degree celsius. يبقى هو بيقول لك ايه؟ اعرف ازاي السبونتينيتي بتاعت الرياكشن من الدلتا جي؟ من الدلتا جي. انهي سكه من الخمسه متاح ان انا استخدمها بمعلوميه الجدول والدلتا اتش نوت؟ ما هو ايه اللي انت ممكن تاني واحده او تاني واحده ليه جدع برافو عليك. ايوه بص هنا بقى قلت لكم ملحوظه مهمه، اول ما تلمح دلتا جي اف دلتا جي في دلها كده اف يبقى السكه الثانيه اللي هي دلتا جي فورميشن للبرودكت ماينس الدلتا جي فورميشن للرياكتنت، لان دي يا جماعه ابسط تعريف للدلتا، وهو مدي لك كل حاجه، مدي لك البرودكت اهو C2H6 مدي لك القيمه بتاعتها ومدي لك C2H4. طب مين جدع يقول لي الاتش بكام في الدلتا جي لما نيجي نحسبها دلتا جي فورميشن للاليمنت زيرو لانه اليمنت بالظبط. ركز بقى يعني مش لازم تلاقي عندك ثلاث حاجات لان انت هنا عندك الاليمنت بزيرو، يبقى لما نيجي نحل نقول ايه؟ تعال نشوف انت لسه لحد دلوقتي ما تعرفش، هتقول ايه؟ الدلتا جي ايكوال دلتا جي فورميشن للبرودكت ماينس الدلتا جي فورميشن للرياكتنت. تعال نشوف البرودكت اللي هو C2H6 تاخد القيمه بتاعته من الجدول اهي، يبقى نيجاتيف يلا ماينس القيمه دي تنزلها زي ما هي. طب انا من غير ما اعرف الفاليو ماينس ماينس يبقى الفاينل هتبقى ايه؟ يبقى النيجاتيف يبقى سبونتينيوس. ايوه يبقى الرياكشن ده بيحصل سبونتينيوس. طب لو قلت لك الدايركشن تقول لي فورورد دايركشن، بس يبقى انت اختيار السكه رقم واحد او اختيار الطريقه رقم اثنين الفاليو بتاعه الدلتا جي هي اللي بتحكم السبونتينيتي بتاعه الرياكشن. طيب حد حسبها طلعت بكام؟ نيجاتيف 101.01 كيلو جول بير ايه؟ بير مول. يبقى دي الفاليو، والفاليو دي عشان استخدمها اجيب حاجات تانية هو طالبها في البي والسي. طيب دي خلصنا من المطلوب الاولاني. طيب المطلوب الثاني بيقول لي كالكوليت الدلتا اس وسكت، قصدي بيها مين؟ دلتا اس سيستم. 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 والدلتا اس توتال هو طالبها، يبقى طالب التي جنبها، يبقى هو كاتب التي جنبها. طيب اول حاجه نركز الدلتا اس سيستم هنحسبها ازاي؟ يلا مع بعض. ممكن السكه الثالثه الدلتا، احنا معانا الدلتا جي. برافو. ليه بقى هنا احنا معانا الدلتا جي جدع اهو، دلتا جي ومعانا الدلتا اتش وعايز الدلتا اس، اربط كده الدنيا مع بعض هتلاقي الدنيا مشيت معاك. انا عايز الدلتا اس بمعلوميه الدلتا جي بقت معايا اهي، ومعايا الدلتا اتش بتاعه الايه التفاعل. يبقى اكتب كده الدلتا جي ايكوال دلتا اتش ماينس تي دلتا اس، خلاص. ودي سيستم، يبقى دي اللي هحسبها، كل حاجه موجوده عندي. وطالما نوت يبقى هو طالب ايه؟ 25 درجه سيلسيوس. 25 درجه سيلسيوس، مش لازم اقول لك ات 25، خلاص. يبقى الدلتا جي نعوض عنها زي ما هي ايكوال الدلتا اتش اللي مدهاني في المساله نيجاتيف خلاص كده ولا مش كده؟ استنى اتاكد 9 8 تمام. دي بالنسبه للدلتا اتش، الدلتا جي والدلتا اتش ماينس 298. الدلتا اس سيستم هي الوحيده اللي مش موجوده عندي وكل حاجه موجوده في الايكويشن ما فيهاش اي مشاكل، يبقى الدلتا اس هتطلع قد كده سيستم، هتطلع قد كده. ايه اليونت بتاعتها؟ كيلو جول بير كلفن، خلاص كيلو جول على كلفن.
طيب انا لسه في الدلتا اس دي اليونت بتاعتها نفس اليونت بتاعت الار. هي مش الدلتا اس، الدلتا اس مش حكايه نفس اليونت بتاعتها. هي الدلتا اس قلنا عباره عن ايه؟ عباره عن دلتا اتش على ايه؟ على تي. يبقى هي عباره عن كيلو جول بير ايه؟ بير مول كلفن او بير كلفن. يعني بنقولها ايه يعني على اساس ان دي بير مول، او ساعات بنقول بير مول كلفن خلاص. بس يعني مش بس كمعنى كمينينج، مش طبعا زي ار ار كونستن طبعا، وجاي من حاجات ثانيه. انما القانون ده حاجه، ده كانت بي في الفي على ان تي، وده دلتا اتش على تي. فلو عرفت القانون اصلا هعرف اجيب اليونت بتاعته من غير ما احفظ يعني. تمام. هنا الدلتا اس توتال اجيبها ازاي؟ دلتا مين جدع يقول لي انا دلتا جي هتساوي نيجاتيف تي دلتا اس. ايوه بالظبط كده. انتوا عارفين بقى الـ يعني لو حد بقى يعني ايه لما هيعمل ايه يروح عامل كده، والله الدلتا اس توتال خلاص انا ليا سكتين، يا اما دلتا اس سيستم بلس دلتا اس سراوندنج، يا اما دلتا جي ايكوال نيجاتيف تي دلتا اس توتال. يعني المفروض ده لو منك في بدايه حل المسائل عمل كده، لان هي دي اللي فيهم دلتا اس توتال، مفيش سكتين ما لهمش ثالث. يبقى لو طلبت منك كالكوليت الدلتا اس توتال بينك وبين نفسك كده، ده سكتين مش عارف ايه، طب ايه المناسب، طب ده انا عندي دلتا جي وعندي تمبريتشر وعندي دلتا، يبقى على طول اطبق في القانون ده علشان اجيب مين؟ اجيب الدلتا اس توتال. طيب الدلتا جي بكام؟ عشان كده قلت لك احنا هنستخدم الارقام معتمد على بعض. ايكوال نيجاتيف 298 دلتا اس توتال. طبعا النيجاتيف هتكنسل النيجاتيف، يبقى الدلتا اس توتال هتطلع بالايه؟ بالبوزيتيف. وده ياكد ان الرياكشن ايه؟ سبونتينيوس. ايوه ياكد اشاره الدلتا جي اللي احنا طلعناها نيجاتيف، يبقى لازم الدلتا اس توتال تطلع عكسها. مصححين ولا مش مصححين؟ تمام يا دكتور. تمام. ايوه بالظبط كده. تمام. يبقى جينا نحسبها على 298 هتطلع 0.339 كيلو جول. تمام. دكتور معلش، هو في المطلوب بيك كنت اقدر اجيب الدلتا اس سيستم بدلتا اتش على تي على طول؟ ما هو انا علشان تطبق القانون ده لازم يكون عندك اتنين تي سيستم وتي سراوندنج. لو مش موجودين يا باشمهندس اخلع من السكه دي. فهمت حاجه؟ تمام يا دكتور شكرا. اول ما تلاقي اتنين تي في المساله، واحده للسيستم والثانيه للسراوندنج، يبقى ايه؟ خلاص تطبق وانت مطمن. ما لقيتش يبقى على طول درجه الحراره اللي مديها لك دي بتاعه السراوندنج، يبقى هي دي اللي انت ايه بت 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 بتستخدمها يعني. لان السراوندنج هو ده الاعم، لما اقول لك 25 دي بتاعه سراوندنج، هو ده الاعم يعني، هو ده المؤثر الكبير. السيستم ده حاجه صغيره جدا، درجه حرارته مش هتاثر في حاجه زي السراوندنج. طيب المطلوب دكتور بعد كده بس في بي معلش كنا جبنا الدلتا اتش ازاي؟ عشان لا ما جبتهاش، هي فوق زي ما هي اللي انا عامل عليها دايره. تمام شفتها شكرا. تمام. المطلوب بقى سي بيقول لك يكالكوليت الاس نوت بتاعه الهيدروجين. الناس كلها لما بنجيب السؤال ده بيقول لك زيرو، وبنجيب له في الاختيارات زيرو عشان نلخبطه. ما هو احنا كده بنختبرك في السردل، وانت فاهمه ولا مش فاهمه؟ لو انت فاهمه هتقول لي ايه؟ هتقول لي لا ده مش بزيرو، ده انا لازم احسبها. صح ولا غلط؟ تمام. بالظبط. يبقى اقول له ايه؟ الاس دلتا، نقول دلتا اس توتال هتساوي دلتا اس برودكت ماينس دلتا اس رياكشن. لا 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 انت غلطت غلط كبير جدا دلوقتي، اللي هو دلتا اس سيستم اسمها بيساوي اس برودكت ماينس ايه؟ اس رياكتنت. اتفقنا؟ طيب الاس برودكت بكام؟ تعال نشوف، مديها لي في الجدول اللي هو C2H6 اهو 229.5. ننزل تحت اهو، فاتح قوس كده 229، بس ما انساش تايم سيمبل نيجاتيف 3. واقفل عشان هو كده كده مفيش غير ايه؟ غير ده يعني، مفيش غيره.
هو في البرو، انما لو عندك اكتر من برودكت هتشتغل بلس وهكذا يعني، ماينس زي ما كنا بنعمل. انا عندي كام حاجه في الـ في الرياكتنت؟ 2 2 السي 2 اتش 4 اهي 219.5 تايم سين باور نيجاتيف 3 خلاص بلس الاس بتاعت الاتش 2 اتش. واتاكد كويس قوي ان انا هل في نمبر اوف مولز انا نسيت اضربه في الحاجه. ما خلي بالك ان الحاجات اللي مديها لك دي بير مول، انما لو في هنا مثلا 2 3 او في نمبر اوف مولز جنب الكومباوند لازم تضرب في. فاهمين الكلام ده؟ زي ما كنا بنعمل في الدلتا اتش، مفيش اي حاجه، يبقى انا كده تمام خلاص. والدلتا خلاص احنا كده المساله خلصت. الدلتا اس سيستم اهي اكتبها بس عشان تبقى انت عارف تميزها. احنا كده كده جبناها فين؟ جبناها في المطلوب اللي هو بي، كان الجزء الاولاني من المطلوب بي عايز السيستم. احنا جبناها خلاص، هتنزل تعوض بيها فين؟ هتنزل تعوض بيها في السيستم هنا. وعندك كل حاجه، فين الحاجه الوحيده اللي مجهوله؟ الاس هيدروجين، الاس بتاعت الاتش 2 ما فيهاش اي حاجه. انما غلط كبير جدا تحطها بزيرو، هو مش اي اليمنت، هي مش هيصه، انا في سيستم ماشي عليه خلاص. ده بالنسبه للمساله الثانيه. انتوا شايفين مين اسهل، الفيرست ولا السكند والثيرد؟ بامانه كده الفيرست. فيرست مش كده ازاي يعني؟ ازاي يا باشمهندس؟ بس فيرست ازاي؟ دلتا اتش ودلتا اي يعني عايز اقول لك يعني ده انا ممكن اجيب لك مساله من شابتر 2 وتخش شابتر 4 تخش في شابتر، يعني ده بالعكس. يعني انا عايز اقول لك الدلتا جي والدلتا اس ان انا اشوف التفاعل يمشي ولا مش هيمشي، دي بتبقى اسهل بكتير لان سكاكها معروفه يعني، او طرق حلها معروفه يعني، مش ما فيهاش لفه. بس انت عايز تقعد تحل بايديك اكتر، عايز تقعد تحل بايديك كتير. طيب نشوف المساله اللي بعدها. مدي ايكويشن، ده باين قوي ان هي كيميكال تشينج. بص انا يعني بحاول ان انا اكد عليك ان المعادلات نوعين، يا فيزيكال تشينج يا كيميكال تشينج، بحاول اكرر مليون مره علشان تبقى انت فاهم السيستم ماشي ازاي. طيب بيقول لك زد ان سي او 3 سوليد بيتفكك لحاجتين، زد ان او وسي او 2 جاز. ومدي بص بقى ده مدي حاجات هدايا في المساله، بيدي كي بي خلاص، ومدي دلتا جي نوت اف، وعايز الدلتا جي نوت اف بتاعه الزد ان اللي هو الزنك كربونات. مين جاله يقول لي هنعمل ايه؟ ايه ده؟ هو احنا ينفع يا دكتور تجيب لنا سكتين في مساله؟ ينفع، يعني ينفع طريقتين للدلتا جي في مساله، او المساله دي تمرين على كده ان انا مش لازم اجيب لك الطريقه دايركت، انا ممكن من طريقه اخليك تحسب لي حاجه تانية. يعني ممكن تطبق الطريقتين قانونين للدلتا جي في نفس السؤال. ازاي؟ تعال نشوف دلوقتي. اول ما يقول لي كي بي تكون معلومه في المساله، يبقى لازم اعمل ايه؟ دلتا بالظبط كده، دلتا جي نوت بيساوي، وهجيب حاجه اكيد هتفيدني من غير ما تفكر، وهنشوف هتفيدنا ازاي. نيجاتيف 2.3 ار تي لوج الكي بي، يبقى الدلتا جي نوت ايكوال نيجاتيف 2.3 الار بكام؟ 8.314 عشان اطلع بالكلمه بسرعه على طول. 298 كل كونديشن نوت مدهاني يبقى عايزني اشتغل عند 25 لوج الكي بي اللي هي مدهاني اللي هي كام؟ 5.12 تايمز 10 باور نيجاتيف 4. يبقى هجيب الدلتا جي بمنتهى السهوله. انا مش عايز اعرف هو مش طالب يقول لي احسبها لي، ده هي خطوه او جزء من الحل. يبقى كيلو جول، وهنشوف ليه كيلو جول بير ايه؟ برمو. انا جبت الدلتا جي نوت وده المعلم الكبير، بمعنى ايه؟ هو ده اللي هيحل لي اللغز بتاع الدلتا جي نوت اف. يبقى دلوقتي كان معلوم عندي الدلتا جي نوت وعايز الدلتا جي نوت اف، هنستخدم انهي سكه؟ دلتا جي ايكوال دلتا جي برودكت ماينس برايل. بالظبط، يبقى الاولى ولا الثانيه؟ عايزين نتكلم كده بحيث ان احنا نكون ايه عارفين اماكنهم فين علشان ما ننساهمش. صدقوني اشاره في القانون غلط بتضيع لك الدنيا، وانت بتكون مذاكر كويس بس ايه حاله توتر مش اكتر. وجربتوا انتوا ده في الميد ترم قبل كده. طيب هقول ايه؟ هقول ده نقسمها كده عشان نعرف ان انا استخدمت هنا سكتين مع بعض. يبقى هنا الدلتا جي نوت ايكوال دلتا جي نوت فورميشن
للبرودكت ماينس الدلتا جي نود فورميشن للرياكتنت. خلاص طيب بيساوي الدلتا جي نوت انا كده كده جبتها هعوض بيها هنا. الدلتا جي نوت للبرودكت اهو عندي زد ان او وسي او 2، زد ان او اهو مدهاني والسي او 2 اخدهم زي ما هم اعوض بيهم. الزد ان او بكام؟ نيجاتيف 318.19 خلاص بلس السي او 2 نيجاتيف، وروح عاملهم كده قوس كبير علشان ايه ده كده ماينس الرياكتنت اللي هو حاجه واحده بس اللي هو ايه موجوده ده هو عايزها. يبقى اكتب كده دلتا جي نود اف لايه للزد ان سي او 3. وهو مدينا هو احنا جبنا دلتا جي نوت من هنا كانه مديها لنا يعني. يبقى مين الحاجه الوحيده اللي انون عندك؟ يبقى انا هي يا جماعه الكويشن انا ادي ايه واطلب ايه؟ الموضوع ايه؟ الموضوع رياضه كله، الموضوع في الاول وفي الاخر ايه؟ شويه ماس بلعب بيهم. بس في الاول وفي الاخر هي كمعلومات واضحه. هدف الدلتا جي واضح، هدف الدلتا اس واضح. خلاص؟ يبقى شفنا ان انا بستخدم سكه دايركت، شفنا ان انا بستخدم سكتين مع بعض، تعال نشوف ايه اللي ممكن نستخدمه تاني. المسائل دي موجوده في الشيت، حد حاول يحلها بنفس السيستم ده؟ عشان كده يا جماعه انا بحل ليه؟ مع انها موجوده في الشيت وانت بتنقل عادي ما فيهاش مشاكل، بس انا عندي لما تنقل وانت فاهم غير لما يعني تشوف الحل وانت مش فاهم حاجه. احنا بنتفاجئ يا جماعه والله العظيم ان انت يعني الناس يعني انا عارف انت بتعمل ايه في بيتك او بتصميت الاساينمنت ازاي، اكيد ما بشوفش ده، بس لا الناس بنلاقيها يعني بنشوف الاساينمنت بنشوف سامبلز كده صغيره في عك بيحصل، في عك بيحصل في الاساينمنت. فعايزين نفهم الموضوع علشان هو ده المرجو من الشابتر او المرجو من المنهج ان احنا نفهم عشان نحل. طيب نشوف بعد كده بيقول لي معادله ايه الكربون في صوره الجرافيت. الجرافيت ده اللي هو سوليد عادي يعني ماده سوليد، بدل ما كتب لك اس كتب لك جرافيت بلس اتش 2 جاز ادى سي 2 اتش 2 جاز، ومدي الدلتا مفاتيح المساله دلتا جي نوت متقاس عند 25، مش مشكله ممكن ما يقوليش 25 لانها نوت. البريشر بتاع الهيدروجين ده هنا ابتدى ايه البريشر بتاع السي 2 اتش لان كلهم جاز اهو جاز جاز يبقى ليهم بريشر. كالكوليت الدلتا جي، فاكرين لما قلت لكم لما الاقي كي بي على طول السكه الخمسه؟ طب لما تلاقي اكتيفيتي، لما تلاقي اكتيفيتي بالمنظر ده الرابعه ودلتا جي بالظبط، مدي دلتا جي نوت وطالب دلتا جي ملهاش سكه خلاص هي الرابعه، لان انا مديك دلتا جي نوت وطالب دلتا جي وفي اكتيفيتي عندك في الايه؟ في المعطيات او الجيفن، فلازم تستخدم الطريقه الرابعه اللي هي انسر دلتا. دلتا جي ايكوال دلتا جي نوت بلس 2.3 RT لوج الاي. وده هيبقى مثال كويس جدا لينا ان احنا نحسب فيه الاي، بحيث ان احنا نكون طبقنا الاولى والثانيه والثالثه ومرينا على كل الطرق وشفناهم بيتطبقوا ازاي. ده الغرض من الشيت يعني او من الحل. الدلتا جي نوت بكام؟ بوزيتيف عادي زي ما هي خلاص بلس 2.3. الار بكام؟ 8.314 × 10⁻³ خلاص 298 لوج الاكتيفيتي. بقى الاكتيفيتي بكام؟ نبدا نحسبها بالظبط كده بدل ما احسبها في حته لوحدها وارجع اعوض بيها في نفس القانون ما فيهاش حاجه. احنا الايكويشن اهي ال C2H2 فين البريشر بتاعه؟ اهو 0.1 اكتبه كده 0.1 ATM. طيب الهيدروجين فين البريشر بتاعه؟ 100 ATM. يبقى انا لما اجي احسب والسوليد طبعا بواحد، يبقى قبل ما بتحسب بتروح للمعادله بتكتب تحت كل واحد رقم عشان ما تتلخبطش، وبعد كده بتشوف فين البرودكت، يبقى بتقول 0.1 على كام؟ على 100 1. طبعا ال1 مش هيأثر في حاجه بس انا بفهمك بنحسبها ازاي. طبعا بتاكد كويس جدا
ان ايه مفيش اي نمبر اوف مول. هنا في نمبر اوف مول يبقى 1 ايه 1 باور 2 سكوير. مش هيأثر، انا بقول مش هيأثر في حاجه، بس انا بقول لك لو رقم تاني غير ال1 بيأثر. فانت بتكتبها كلها يعني عشان تعرف طريقه حساباتها، بس ايه هي ال1 مش هتأثر يعني، بس انا بقول لك لو برقم تاني بس. وبحسب من هنا الدلتا جي دايركت، ما فيهاش اي حاجه كان هدف المساله دي، ودي مساله مش موجوده في الشيت دي، اللي انا المساله اللي انا ضفتها عشان نتمرن على السكه الرابعه او الطريقه الرابعه في حساب الدلتا جي او الاسبونتينيتي فراكشن. وبناء عليه هشوف الرياكشن ده سبونتينيوس ولا نون سبونتينيوس عند ال25، لان انا عوضت هنا ب25. لو انا عايزك تشوفه عند درجه حراره ثانيه هقول لك، بس انا هنا ما قلتلكش خلاص يعني، انا هنا خلاص الدلتا جي يبقى انت تستخدم ال25 اللي متقلف في المساله. خلاص كيلو جول بير ايه بير مول. هو انا ممكن اسال سؤال؟ طيب هو احنا مش بنعمل الاكتيفيتي، الاكتيفيتي بتاعت البرودكت على الاكتيفيتي بتاعت الرياكتنت؟ تمام. طب احنا ليه هنا عكسناها؟ عكسنا ايه؟ اه لا 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 خلاص معلش. تمام. علشان كده انا بقول ايه، اكتب تحت كل كومباوند الاكتيفيتي بتاعته، عشان لما بتيجي تحسبها بتقول البرودكت على اكتر، انت بتاخد ارقام ما بتاخدش ايه، ما بتاخدش رموز ولا حاجه تلخبطك. كالكوليت دلتا اس توتال فور ذا فولوينج رياكشن باي تو ديفرنت ميثود، زي ما قلت لكم في المساله الاولانيه ان هنا عايز الدلتا اس توتال باي تو ديفرنت ميثود، لان هم الطريقتين اللي موجودين يعني، هم الطريقتين اللي موجودين عندي ما لهمش ثالث يعني. وبديك الاس بتاعه ال NH3 وال N2 وال H2. الغرض من يعني كده هو عايز يعمل رياكشن بين ال N2 وال H2 عشان يطلع لنا NH3، وبديك الدلتا H ومديك الدلتا S. عايز يحسب الدلتا S توتال بتاعه السيستم ده. محتاجين نكملها؟ محتاجين نحلها؟ احنا كده هنستخدم السكه الاولى في الدلتا جي، وبعد كده نستخدم الدلتا اس توتال بتساوي دلتا اس سيستم زائد السراوندنج، صح كده؟ ايوه بالظبط كده. دلتا اس توتال بتساوي دلتا، لان لازم انت يعني انت متخيل الامتحان الفاينل مش هقول لك في سؤال كالكوليت الدلتا اس توتال، يعني انت لازم، انت يا جماعه انت ما بتعملش ملخص عشان احتمال ده يجي او ما يجيش، انت بتعمل ملخص عشان تعرف تنجز وقت في الكلام ده، لان الكلام ده جاي مع اختلاف الايكويشن ومع اختلاف الارقام طبعا. طيب يبقى دلتا اس سيستم بلس دلتا اس سراوندنج، والناحيه الثانيه دلتا جي ايكوال نيجاتيف تي دلتا اس توتال. فهستخدم الطريقتين والاثنين ايه والاثنين هينفعوا. كنت لسه بقول لزميلكم في الاول لو ما ادكش 2 تمبريتشر اهرب، صح ولا غلط؟ انا هنا بقى مين الجدع يقول لي الفكره في السؤال فين التمبريتشر بتاعتي؟ هل انا في السيستم محتاج تمبريتشر ولا السيستم هحسبه برودكت ناقص رياكتنت عادي؟ لا ثاني مش فاهم السؤال. انا لما قلت لزميلك في الاول لما قال لي امتى اطبق الدلتا اس توتال بيساوي سيستم بلس سراوندنج، قلت له لما تلاقي 2 تمبريتشر هنحل البرودكت ماينس رياكتنت عادي عشان عندنا أيوة. الدلتا اس توتال. هنا بالظبط، برافو عليك. هنا السيستم هجهزه منين؟ هجهز السيستم، هل انا محتاج تمبريتشر للسيستم وتمبريتشر للسراوند؟ لا، في ضوء الجيفن اللي مدهاني هو مدي اس لكل حاجه، اول ما يدينا الشكل ده كده يبقى على طول اعمل ايه؟ اجهز السيستم دلتا اس سيستم ايكوال اس برودكت ناقص اس ايه؟ رياكتنس. تمام. والسراوندنج انا عندي الدلتا اتش اهي وعندي التمبريتشر بتاعت السراوندنج 25 اشتغل عادي. طب تعالى نعملها مع بعض، هعمل طريقه والثانيه انتوا اللي هتعملوها. الاس برودكت اهو، البرودكت عندي ان اتش 3، فين الاس بتاعته؟ ان اتش 3 اهي، بس اضربها في كام؟ في 2، اكون مصحصح كده، يبقى بيساوي 2 في كام؟ 193. بس نخلي بالنا 10 to the power negative 3 بالظبط، او نحول الرقم في الاخر، وايه؟ علشان هنا عندي جدول مش هقدر كل ده في 10 power negative 3، احط في دماغي ان انا احول الرقم في الاخر. خلاص مين. يعني الرقم اللي هيطلع لي في الاخر احوله ما فيهاش حاجه. تمام. فاهمين؟ تمام.
يعني هي بدل ما اقعد كل شويه اضرب 2 بو نيجاتيف 3 بو نيجاتيف يعني ثلاث مرات احول الرقم في الاخر، بس تبقى انت فاهم انت بتعمل ايه، تبقى فاهم انك لازم هتعملها تحويل الاس من جول لكيلو جول ماينس 192 زائد ايوه ال ان 2 كام؟ 192 3 في 131 بلس 3 في كام؟ 131 131 يبقى كده حسبت مين؟ الدلتا اس الدلتا اس سيستم هتطلع قد كده تايم سين باور نيجاتيف 3 عشان يبقى ايه؟ بالكيلو جول غير ايه؟ غير مول. تمام طيب ده بالنسبه للسيستم اهو وان هايلايت عليه علشان لسه هنجهز السراوندنج ونجمعهم مع بعض. طب بالنسبه للسراوندنج الدلتا نيجاتيف دلتا اتش بورت اوفر تي نيجاتيف دلتا اتش سيستم اوفر ايه؟ اوفر تي هتطلع بكام؟ نيجاتيف الدلتا اتش بكام؟ نطلع فوق نجيب اهو 92 و6 بس نيجاتيف هنا يعني يا جماعه النيجاتيف دي مش هي اللي في المساله، يعني النيجاتيف دي انت بتحطها زي ما هي والدلتا اتش بالنيجاتيف بتحطها برضو صح ولا غلط؟ ما تاخدش يعني ما يعني الوجود اللي موجوده في القانون دي مش هي اللي في المساله دي حاجه ودي حاجه. طب والسراوندنج 298 هنجيب السراوندنج من هنا اهي دي طبعا انت خلاص اتاكدت من اليونت دي بكيلو جول يبقى لازم هتطلع ايه قد كده كيلو جول برضو بالمول كلف بس هتجيب ده وتجيب ده تعمل لهم سميشن تجيب الدلتا اس لوت ما فيهاش اي حاجه اتفقنا؟ تمام بكده نكون قدرنا ان احنا نحل مسائل على السكند والثيرد وهي مسائل الشيت اللي عندكم وانا في وجهه نظري ان لو انت اهتميت بالثيرموداينامكس يعني هتضمن درجات كتير في الامتحان وسهله ما فيهاش حاجه بس عايزه تمرين من دلوقتي تمرين من دلوقتي. هدخل في موضوع تاني خالص شابتر جديد اسمه السوليوشن وهنكمله ان شاء الله بكره بس لازم هدخل النهارده فيه وبكره ان شاء الله لما اقابلكم لان انا متفق معاكم افكركم تاني لما قلت لكم ان احنا لازم هنتقابل الاسبوع الجاي مرتين عشان يبقى المره الاخيره بتبقى نحل فيها يعني نحل فيها وانا بالنسبه لي مش فارق معايا لو عايزين نخلص المره الجايه انا ما عنديش مشكله خالص والحل تبقى انتوا يعني اجتهاد شخصي منك ما عنديش مشكله يعني انا مش المفروض اعمل الحصه الاخيره دي او المحاضره الاخيره حل مسائل وام سي كيو يعني انا مش المفروض اعمل كده المفروض ده اجتهاد شخصي منك بفهمك انت ايه بتخش الامتحان ف مكان هيبقى مكان اللاب لان ده المكان الوحيد اللي احنا نقدر نقول مكان بتاعنا يعني ايه ما حدش يقدر يعني انتوا عندكم توتوريال فيزيكس بكره هتخلص الساعه كام بكره هتخلص الساعه كام ممكن يبقى على 4 ونص كده خلاص حلو يعني احنا هنتقابل على 6 ماشي خلاص تمام. الموضوع ده ظريف يعني مش الموضوع يعني ان احنا لا الموضوع هيبقى ظريف بالنسبه لنا لان هتبقى يعني الشابتر نفسه ماشي ينفع نستنى هو كده المفروض ده اخر شابتر لا بكره ان شاء الله هخلص نص الشابتر ده ونخش في حاجه اسمها الكتروكيمستري جالفانيك سيل ما فيش حاجه اسمها شابتر يعني الشباتر اللي بعد كده اسم شابتر بس المحتوى اللي فيه ما يتعداش لو جيت كتبته ورايا مش هيتعدى 3 4 صفحات يعني مش هيتعدى صفحتين مش شطار يعني احنا كده المفروض ان احنا بكره نبقى مخلصين المنهج بتاع الكيمستري صح كده ان شاء الله مع طبعا الفيديوهات اللي بتنزل في 3 فيديوهات هينزلوا الثلاث فيديوهات دول اسمنت والاسمنت نزل في شابترين كمان شابتر الكوروجن وشابتر الكومباشن
قلنا دول ان شاء الله الاسبوع الجاي لو فيهم مشاكل نبتدي ان احنا بس دول لازم يزوا فيديو. يعني شابتر الاسمنت ده نظري بحت، يعني نظري بحت ما فيهوش ارقام ما فيهوش حاجات كده، ف يعني مش هقعد يعني الفيديو بيوضح وفيه حد بيتكلم بيفهمك. وبرده نفس الكلام بالنسبه للاحتراق والتاكل، فيديو وحد بيتكلم وانت بتكون ماسك الورقه والقلم وبتلخص الفيديو، يبقى هو ده اللي انت هتذاكره. والفيديوهات لا تتعدى تلت ساعه يعني، كلهم على بعض حاجات بسيطه. تمام دكتور. ايوه انا دكتور كنت عايز اعرف انا بحسب الاكتيفيتي ازاي، ومثلا انا عندي الدلتا اس سراوندنج انا ليها سكه واحده لا على ال تمام دي ملح. دي واحدة للإس سراوندنج صح؟ أي تمام. وبعايز أعرف بس بحسب الأكتيفيتي إزاي؟ أنت اللي هتفهم نفسك. الأكتيفيتي بتحسبها إزاي؟ الأكتيفيتي بتاعة البرودكت برودكت على الأكل. على الأكتيفيتي بتاعة الأكل. طب البرودكت ده إيه؟ جاز. تمام. الأكتيفيتي بتاعته هي البريشر بتاع الجاز ده. لما تبص في الجيفن هتلاقيه مديك البريشر 0.1. ايوه ايوه تمام يا دكتور انا اخدت بالي. تمام شوف بالي بس من الجاز والكلام. تمام لا لا ولا يهمك. نكتب كده شابتر 6 بس اليوش. شايفين؟ تمام. تمام. شابتر اسمه المحاليل، شابتر 6 السوليوشن. طب الحقيقه السوليوشن دي يا جماعه المحاليل، انت لما تحط، لسه كنت بقول لك، لما تحط معلقه سكر في كوبايه ميه غير لما تحط معلقتين، يبقى حته السوليوشن دي احنا بنعملها بس احنا مش واخدين بالنا. المحاليل هو اكتر من حاجه موجوده عندي. الحقيقه المحاليل دي متقسمه لتسع انواع، احنا مش هناخد منهم غير نوع واحد بس. خلاص. التقسيمه التقليديه اصلا اللي المفروض يعني المتداولين يعني حاجتين بس المتداولين، بس احنا برضه هناخد حاجه واحده بس، ليكويد ان ليكويد ليكويد، يعني احط سائل على سائل يعمل لي محلول، ليكويد ان ليكويد. خلاص. وسوليد ان ليكويد، ده الموست كومن. في طبعا حاجات تانية كتير، في جاز ان ليكويد يعني زي ازازه الحاجه الساقعه، ما هي ازازه الحاجه الساقعه دي سوليوشن بس نوعه ايه؟ غاز في ليكويد، لان ازازه الحاجه الساقعه دي جواها غاز مضغوط صح؟ يبقى دي نوع من انواع السوليوشن اسمه جاز ان ليكويد. احنا مش هناخد من كل ده غير السوليد ان ليكويد، السوليد ان ليكويد. وبقول تاني ليه؟ علشان الليكويد في ليكويد ده اصلا اتلغى، يعني هو كان عليك واتلغى، فعشان كده دي من ضمن الحاجات برضو اللي اتلغت السمستر ده. فهنركز على السوليد ان ليكويد بس. يبقى نكتب كده تايتل عشان من اول الصفحه، يبقى هنركز على ايه؟ سوليد. بكرر تاني اهو، سوليد ان ايه؟ ان ليكويد. يعني احط ملح في الميه، احط سكر في الميه، احط ماده صلبه في الميه، اكزامبل او اكزامبل ال NaCl بلس H2O زي الملح في الميه. طيب ايه الحاجات يا جماعه اللي بتحصل اول ما بتحط ماده صلبه في الميه؟ يعني اول ما بتحط ماده صلبه في الميه زي السوليوشن اللي انت بتعملها في المعمل، السوليوشن دي بتجيب الملح وتدوبه في الميه، ده سوليوشن. ايه يا جماعه اللي بيحصل؟ قال لك بيحصل اربع حاجات مع بعض. ايه هما اربع حاجات بيحصلوا انت مش واخد بالك؟ ايه هما؟ نمبر 1 لورينج ان الفيبر بريشر. بيحصل انخفاض في الفيبر بريشر. نمبر 2 اليفيشن ان البولينج بوينت.
باختصار كده البولينج بوينت. عارفين يعني ايه اليفيشن؟ يعني زياده. اعمل كده جنبيها سهم عشان لما تيجي تذاكر. يعني انكريز، اليفيشن يعني زياده. نمبر 3 بيحصل ديبريشن. يعني ايه ديبريشن؟ انخفاض في الفريزنج بوينت. نمبر 4 بيحصل حاجه اسمها الاوزموسيس. الاوزموسيس هنعرفها لما نجيلها. دول اربع حاجات بيحصلوا لما تحط الملح في الميه او سوليد الليكويد. خلاص. طيب احنا هنشوف كل واحده بالتفصيل، وكل واحده ايه القانون اللي بقدر احسبه بيه. يعني اللورنج في الفيبر بريشر ده بيتحسب ليه فاليو، الاليفيشن ده ليه فاليو، زادت بمقدار قد ايه، هنا الديبريشن قلت بمقدار قد ايه، برضو الاوزموسيس ده ليه فاليو. يبقى احنا هنطلع من الشابتر ده عشان امتى؟ راح بعد ما كتبنا اوزموسيس دي. ان هو بيقطع لسه كده. تمام. لا يا دكتور لسه بيقطع. لسه بيقطع. الناس كده تمام يا شباب؟ شباب الصوت واضح؟ كده اتظبط. كده كويس. كده واضح كده. الو. الصوت واضح كده؟ يا دكتور كده واضح. تمام. ها. ايوه تمام. تمام. يا ريت اتاكد بس، يا ريت الناس تاكد. الصوت باين يا دكتور واضح. احمد هشام. ايوه يا دكتور. كرولوس عادل. الصوت واضح يا دكتور. ايوه يا دكتور الصوت واضح. سامعين؟ سامعين يا دكتور. حضرتك سامعنا؟ سامعين. هو طيب حضرتك كنت سامعه؟ هو لسه سامعنا هو. دكتور حضرتك مش سامعنا، حد يكتب له يا جدعان. كده. يا دكتور احنا سامعين حضرتك تمام كده المفروض. تمام. لا هو بيقطع لسه بس. الصوت بيقطع يا دكتور.
اهي كده الصوت واضح يا شباب. تمام. تمام. الشير خلاص تمام. يا دكتور معلش. ايوه. جروبس هي اتشرح لهم الليكويد ان ليكويد ودكتور قال لهم السرد هو اللي ملغي. لا 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 انت فاهم غلط، انت فاهم غلط يا باشمهندس. انت من جروب 1 ولا جروب 3؟ لا انا من جروب 1. لا لا مفيش الكلام ده، انت فهمت الموضوع غلط. ليكويد في ليكويد اتشرح في المعمل وخلاص، اكتفينا بكده وسالناك فيه في الكيرفات بتاعه البولينج بوينت واكتفينا بكده. والسوليد في ليكويد ما خدش حقه في المعمل، فده اللي هيتسال فيه في الفاينل وعليك في النظري. خلاص نرجع تاني. يا ريت يا جماعه بلاش يعني في وسط الموضوع كده ناس يعني تقول اصل مش عارف ده كذا. لا اكيد اكيد انت مش هتعرف اكتر مننا يعني، فاكيد انت فاهم حاجه غلط. فعلشان ما تحصلش بلبله وحد يقول لك لا، يبقى ممكن تكلمني على تبعت لي مثلا مسج ونرد عليك، تبقى كده يعني الموضوع يبقى بالطريقه دي، مش يبقى كده قدام الناس اصل ده ملغي احنا مش بنلغي بمزاجنا كده يعني. خلاص. اول حاجه اللورينج في الفيبر بريشر، انا عايز من هنا اربع قوانين. الاربع قوانين دول هحسب بيهم الخصائص بتاعت السوليوشن اللي هو سوليد ان ليكويد. اول حاجه زي ما قلنا اللورينج الفيبر بريشر، وتعالوا نشوف ازاي بيحصل لورينج واحسبه ازاي ان الفيبر بريشر. انا دلوقتي لما يكون عندي كوبايه ميه زي كده، كوبايه الميه دي فيها ميه بس H2O بيور. يعني ايه بيور؟ يعني مفيش اي سولت لسه حطيته في الميه. كلنا عارفين ان الميه بتتبخر، يعني لو حطيت شويه ميه قدامها هينشفوا، بتتبخر عند اي كونديشن يعني. خلاص يعني بتطلع ايه في الفيبر ستيت. طيب الفيبر ده هنقول عليه ايه؟ هنقول عليه بي نوت اتش 2 او، او بي نوت لو هنرمز بدل ما نكتب اتش 2 او نخليها ايه؟ يبقى بي نوت ايه؟ لاي سولفنت يعني مش لازم ميه. يعني احنا بنقول سوليد الليكويد ما قلناش مثلا ممكن يكون بنزين، ممكن يكون حاجه ثانيه. خلاص؟ الناس سامعاني ولا في مشكله؟ بيقطع شويه. يا ريت الناس تتاكد بس. بيقطع بسيط كده. عشان اكيد حطيت صوت. هو بيقطع مش سامع حاجه. ما هي الشبكه النهارده بصراحه وحشه جدا يعني، انا مشغل حاجه بتاع من هوت سبوت من عندي والنت اللي في الكليه قاطع، وان في حاجه مش مظبوطه يعني. خلينا بس نستحمل كده النهارده وان شاء الله تتصلح بقى المرات الجايه. حطيت على الميه دي سولت، ايه اللي هيحصل؟ الفيبر بريشر بتاعي يقل. ايوه بص بقى كده الفيبر بريشر هيقل. بمعنى ايه؟ ان انت هنا بقى عندك ايه؟ بقى عندك لو هنقول ان السولت ده رمز البي، يبقى هنا عندك ايه بلس مين؟ بلس البي. يبقى هنا ده اسمه ايه؟ اسمه سوليوشن. انما اللي قبل السهم ما كنتش ينفع اقول سوليوشن، ده كان بيور. الفيبر نيجي هنا بقى للحته دي، الفيبر بريشر بتاع الميه في البيور ستيت بنقول عليها بي نوت اي. خلي بالك من النوت دي، النوت في الثيرمودينامكس كان ليها معنى اللي هو ايه؟ اللي هو 25 و1 اتموسفير، صح ولا غلط؟ لا هنا بقى مش معناها كده. النوت هنا معناها بيور، النوت هنا معناها ايه؟ معناها بيور. يبقى انا اقول لك البي نوت ايه معناها ايه؟ معناه ان الميه بتتبخر ما فيش اي سولت فيها. طيب لما جيت حطيت السولت في الايه؟ في الميه، ايه اللي حصل؟ حصل عندك سوليوشن من ايه بلس بي. طب البي توتال بتاعت السوليوشن دي او البي توتال اباف سوليوشن، البي توتال، لان انا ليه بقول توتال؟ لان انت عندك حاجتين. المنطق هتقول لي ان البي توتال ايكوال البي اي بلس
ايوه الاثنين. بس في حاجه مهمه جدا لازم تعرفها، ايه هي؟ انا اسالكوا سؤال، هل السولت بيتبخر؟ يعني هل في، هل في سولت بيتبخر اصلا؟ هو بيطلع مع جزيئات المايه اللي متبخره يعني بتشيله. لا السولت ما بيتبخرش خالص، ما بيطلعش بيتبخر. معنى كده ان ده لوحده هو اللي اتبخر، بينما ده مش. يبقى نعمل هنا صح ونعمل هنا غلط. ليه؟ لان السولت ما فيش اي تبخير فيه. معنى كده ان البريشر ده ليه يعني ما بيتبخرش اصلا. مين مسؤول عن البي توتال بتاعه السوليوشن؟ هنقول ايه؟ هنقول هي عباره عن البي بتاعه الايه بس. البي توتال بقت ايكوال ايه؟ البي توتال بقت ايكوال البي اي بس. طب ايه الفرق بين البي اي دي والبي اي اللي قبل السهم؟ البي اي اللي قبل السهم دي نوت، يعني معناها 100% ميه. انما هنا بي من غير نوت، مش انا قلت لك ان النوت دي معناها بيور؟ هنا الميه بيور؟ لا، الميه انت حطيت فيها سولت ما بقتش بيور. يبقى الفيبر بريشر اللي طالع منها هسميه البي اي بس، البي اي خلاص بدون اي نوت. طب هسالكوا سؤال، لما اقول لك السوليوشن ده في اي بلس بي، مش لازم يكون الاثنين دول واخدين نسبه معينه؟ يعني لما اقول لك ان الاي ده اكس اي بنسبه تلت، يبقى الثاني ايه؟ يبقى الثاني تلتين، بحيث يكون الاكس اي بلس الاكس بي ايكوال 1. مش انتوا عارفين، مش انتوا عارفين في الجاز لما يكون عندي اكتر من غاز بيبقى فيه اكس اي، اكس اي واكس بي معايا، ومجموع الاكسات لازم يكون ب 1؟ مش احنا خدنا الكلام ده في دالتون لو؟ هنا احنا بناخده برضو في السوليوشن. لما يكون عندي الكلام ده امتى بنطبق الاكس؟ لما يكون عندي اكتر من حاجه. فهنا لما يكون عندي اكتر من حاجه الاكس اي بلس الاكس بي لازم يكون ايه؟ لازم يكون مجموعهم بايه؟ ب 1. يعني لو عندي واحد بربع يبقى الثاني بثلاث ارباع، لو عندي واحد بثلث يبقى الثاني بثلثين. لازم نسبه الملح للميه، نسبه السكر للميه لازم يكون فيه ده قد ايه وده قد ايه. خلاص؟ طيب هنا انا كاتب لورنج ان فيبر بريشر، انت متخيل مين اكتر من مين؟ التبخير في البيور ستيت ولا الايفابوريشن في السوليوشن؟ مين اللي كميته اكبر من مين؟ هنرسم كده الفيبر ستيت. ايوه ليه بقى؟ لان انت لما تحط الملح في الميه، الملح يا جماعه بيشفط الميه لتحت علشان يدوب. مش انتوا عارفين كده لما تحط سكر في ميه، هو ازاي عمليه السولوبيلتي بتتم؟ لما انت تقف في المعمل كده تحط الملح في الميه، هل التبخير بيبقى زي الميه العاديه؟ لا، الميه العاديه فري ما فيهاش اي ايونز بتجذبها لتحت، انما الايونز اللي بتاعه الملح لما بتيجي تتحط في الميه بتشفط الميه ناحيتها عشان تدوب. يبقى جزيئات الميه مش فاضيه تتبخر، دي جزيئات الميه في ملح جوه عامل اتراكشن فورس مع الميه، فبالتالي كميه الايفابوريشن ايه؟ مش ايه؟ يبقى لازم اكون حاطط في بالي ان البي نوت اي اكبر من البي اي، صح ولا غلط؟ لان دي بتاعت مين؟ بتاعت البيور، انما دي بتاعت مين؟ السوليوشن، صح ولا غلط؟ دي حاجه مهمه جدا عشان اقارن الكوبايه اللي قبل السهم والكوبايه اللي بعد السهم. طيب البي توتال هنا، يبقى هنا شفنا وده معنى اللورنج في الفيبر بريشر، اللورنج ان الفيبر، بيحصل انخفاض في الفيبر بريشر. وشفنا ليه؟ علشان البي نوت اي اكبر من البي اي، فبالتالي الانخفاض ده سببه وجود الملح في الميه. طب احنا عايزين نحسب بقى المقدار ده قد ايه؟ تعالوا معايا نشوف الموضوع ده بيتحسب ازاي. ايه رايك ان البي اي دي ايكوال ايه؟ ايكوال نكتب كده بي توتال ايكوال، هنشيل البي اي ونحط مكانها ايه؟ اكس اي في البي نوت اي. طب ليه؟ ايه يا دكتور الكلام ده؟ ازاي جت البي اي ايكوال اكس اي في البي نوت اي؟ قال لك علشان احسب ده، علشان احسب نهايلايت اهو، علشان احسب البي اي لازم اكون عارف نسبته. نسبه الايه؟ هحصل ايه؟ هحصل على الفيبر بريشر بتاع مين؟ يبقى لازم اعرف النسبه بتاعته. يبقى لو جيت ضربت النسبه دي في البيور هيديك ايه؟ هيديك دكتور الضغط بتاع مين؟ دكتور صوت قطع من بعد ما حضرتك كتبت ال اكس اي في البي. الناس كده سامعاني؟
تمام. عندي لسه. قلنا ايه دلوقتي؟ قلنا علشان قول تاني الاكس دي ده موجود، ده موجود بنسبة اكس ايه، وده موجود بنسبة اكس بي. لازم يكون كل واحد موجود بنسبة معينة يا جماعة، ما ينفعش ان انا احط كيس ملح كيلو ملح في كوباية مية، لا الدنيا لازم نسبة ده قد ايه اللي ده، لو ده تلت يبقى التاني تلتين، يبقى الاتنين لازم يكونوا مجموعهم بوان. طب انا عايز اجيب الفيبر بريشر بتاع البي اي ده، اجيبه ازاي؟ البي اي ده احسبه ازاي؟ قال لك ده بيعتمد على النسبة بتاعته. لو جيت ضربت النسبة بتاعته المول فراكشن، النسبة دي اسمها ايه؟ زي ما احنا خدنا قبل كده في دلتا اللو، المول ايه؟ ها؟ مول فراكشن. المول فراكشن. اه خليك معايا كده عشان اعرف ان الصوت شغال. ما جيش بعد ما عمال اتكلم خمس دقايق تيجي تقول لي الصوت مش سامع. طيب المول فراكشن ده لو جيت ضربته في الاصل بتاعه ال 100% هيدينا مين؟ ها؟ البي اي. هو يا جماعه الصوت مش واضح ولا الناس بتكتب ولا انا مش فاهم؟ هي مشكله جماعيه ولا فرديه ولا ايه؟ بس الصوت ده عند كل الناس. ايوه بيقطع قوي يعني. ايوه كده الناس سامعاني؟ اه كده تمام. تمام. طيب يبقى المول فراكشن ده لازم بيكون موجود لما يكون عندي اكتر من كومبوننت موجودين في الحاجه بتاعتي. هنا في ليكويد، في ليكويد عندي اكتر من كومبوننت، سوري في سوليد في ليكويد لما يكون عندي اكتر من كومبوننت يبقى ايه؟ بستخدم الاكس. يبقى الاكس ايه دي؟ الاكس ايه نسبه ايه؟ هو ايه الايه ده بيمثل ايه؟ انا فرضته في الاول ان هو بيمثل ايه؟ السولفنت. لو جيت ضربت نسبته، انت عارف حاطط نسبه قد ايه؟ ربع تلت، انت عارف قد ايه. لو جيت ضربت النسبه بتاعته في الضغط الاصلي بتاع الميه هيدينا مين؟ هيدينا البي اي، الميه في السوليوشن، لانك ضربت النسبه في ما حسبتهاش كبيور، انت حسبتها كايه؟ يبقى بتقول ايه؟ الماكسيمم البي نوت دي في حاله البيور بس، انما لما يكون موجود في سوليوشن يبقى لازم اضرب النسبه بتاعته في مين؟ انتوا عارفين يا جماعه عامله زي ايه؟ البي نوت دي عامله زي التوتال، مش احنا كنا بنحسب ال بنقول اكس ايه في البي توتال؟ هي عامله زي كده، انك بتضرب الاكس ايه في البي نوت ايه بتاع الميه اللي هو البيور 100%. خلاص؟ يبقى ده نبروزه كده، القانون ده استخدمه امتى؟ لما يقول لي كالكوليت الفيبر بريشر اوف سوليوشن. بتقول له الاكس ايه في البي نوت، ونكتب كده الايه دي اللي هي بتعبر عن السولفنت اللي هو زي الميه او البنزين. طب تعال نكمل على القانون ده ونحسب الانخفاض في الفيبر بريشر. خلي بالك في فرق بين كالكوليت الفيبر بريشر وفي فرق بين كالكوليت اللورنج في الفيبر بريشر. عايز احسب انا مقدار اللورنج قد ايه؟ تعال نشوف مع بعض. مش انا عندي الاكس ايه بلس الاكس بي الاثنين ايكوال 1، صح ولا غلط؟ اه تمام. ايه رايكم نشيل اكس ايه ونحط مكانها بص كده 1 ماينس اكس بي في البي نود ايه؟ وهقول لك ليه دلوقتي. انا ما عملتش حاجه غير ان انا شلت الاكس ايه وحطيت مكانها 1 ماينس اكس بي. تعال ندخل البي نود ايه دي جوه، يعني نضربها في الواحد ونضربها في الاكس بي، يبقى البي توتال ايكوال بي نوت ايه ماينس اكس بي
في البي نوت ايه؟ ها انا ماشي معاك واحده واحده. تمام حلو. هنعمل حاجه تعديل بسيط. البي نوت ايه ماينس البي توتال ايكوال اكس بي في البي نوت ايه. حد فاهم انا عملت ايه؟ ما عملتش حاجة. أنا وديت حاجة بالبوستيف وحاجة بالنيجتيف، ما عملتش أي حاجة. عارفين ده بقى بيمثل إيه؟ ده ده ماينس ده بيمثل إيه؟ الاتنين دول لما أقول لك البي نوت إيه اللي هي الكبيرة، ده المعلم الكبير اللي هو 100% ماينس البي توتال، أيوه الانخفاض ده بنرمز له بالدلتا بي إيكوال إكس بي في البي نوت إيه. ونركز كويس جدا في المساله طالبه ايه، علشان انا مش هجيب لك بروف، يعني انا مش هجيب لك يا جماعه اقول لك بروف وتودي دبل ماينس، مش ده هدف الاثبات خالص. هدفي ان انا القانونين دول ازاي احسب الفيبر بريشر بتاع السوليوشن بي توتال، ازاي احسب اللورنج الدلتا، نكتب كده قدامها ده اللورنج ان الفيبر بريشر. باجي اطلب لورنج الفيبر بريشر الاقي ايه؟ الاقيه معوض لي في القانون ده وبيند عليه يقول لي انا مش لاقي الاجابه، ده انا معوض صح، ده انا مش عارف ايه، طب اعمل ايه؟ ومعوض بس هو اختار القانون غلط. في فرق بين اللورنج في الفيبر بريشر وفي فرق بين الايه؟ الفيبر بريشر نفسه. اتفقنا؟ وعشان سهوله الحفظ البي توتال بص كده ايكوال عشان ما تيجي تقارنهم مع بعض، اكس اي في البي نوت اي هنا اكس بي في البي، يبقى الفرق ايه؟ ايه الفرق؟ البي نوت ايه هنا والبي نوت ايه هنا؟ هنا اكس ايه هنا اكس بي بالظبط كده. خلاص؟ ونكتب كده عند ده البي، ده البي ده عباره عن ايه؟ السولت، علشان ما تتلخبطش احنا فرضين من الاول ان الايه ده السولفنت والبي ده السولت. فهنكمل اثباتنا على هذا الاساس عشان ما تتلخبطش. طيب هنكتب كده انزل بسهم كده ده كونستنت. البي نوت ايه ده كونستنت، يعني انت مش مطالب تحفظ الميه بتتبخر لما تكون لوحدها بكام، الكحول عند كام، لا انت مش مطالب ده، انا بدي لك في المساله انا هقول لك البيور ووتر الايفابوريشن بتاعها كذا، ده كونستنت ونكتب كده من قوسين جيفن، يعني لازم يكون معطى في المساله. خلاص انت كل ما كل اللي عليك انك تجهز مين الاكس بي دي، مش هديها لك في المساله انت اللي هتجهزها. خلاص ونسترجع معلوماتنا القديمه، الاكس ايه بتساوي ايه والاكس بي، اكس ايه بتساوي ان ايه، معانا برضو القوانين دي على ان توتال، والاكس بي ايكوال ان بي على ان توتال. فزي ما انا مثلا احنا كلنا في الميتنج مثلا 250 واحد بيا، انا عايز اجيب نسبتي يبقى 1 على 250 صح ولا غلط؟ هنا برضو نفس الكلام، اكس ايه نسبتها كام؟ يبقى ان ايه على ان توتال على العدد الكلي، وبرضو نفس الكلام ان بي على ان توتال، واحد اللي هي الان بي على العدد الكلي، عدد المولات الكلي. خلاص؟ فيها مشكلة أول حاجة؟ احنا قلنا أربع حاجات، دي أول حاجة بس، هناخد تاني حاجة ونكمل بكرة إن شاء الله، عشان يبقى خلصنا النص بالظبط. خلاص كتبنا؟ يبقى امتى اطبق قانون الدلتا بي؟ لو طلب اللورنج ان فيبر بريشر، مقدار الانخفاض في صمت رهيب ليه انا مش عارف. لا اسمع حضرتك تمام كتبنا. يعني يا جماعه يا جماعه جيت قلت مثلا الضغط هنا 10 ATM 10 ATM، ولما حطيت الملح بقى الضغط بتاع اللي هو فوق السوليوشن هنا، جيت حسبته لقيته 4 ATM، يبقى مقدار الانخفاض قد ايه؟ ستة. لان انا كنت 10 الميه 10، فجاه لقيت الميه بتعمل ضغط 4. ليه؟ نتيجه وجود الملح في الميه قلل الفيبر بريشر. الدلتا ده بقى بحسبه ازاي؟ هو انا مش هديك رقمين تطرحهم تجيب لي الدلتا اكيد، يعني بحسبها من القانون. خلاص تمام اتفقنا. تمام. تاني حاجه بيحصل اليفيشن في البولينج بوينت، زياده in البولينج بوينت، مقدار الزياده ده دلتا برضو دلتا تي بي، وده سهل جدا هنحسبه دلوقتي هنشوف بيتحسب ازاي. لما اجي اقول لك الميه
كوبايه ميه عاديه اهي H2O، هتقول لي الميه بتغلي، انا بهتم بايه؟ بالبويلنج. فهتقول لي الميه بتغلي عند كام؟ 100 ديجري سيلسيوس. طب ايه رايك نحط عليها سولت؟ هتلاقي ايه يا جماعه؟ هتلاقي ان الملح والميه هنا بقى عندك سوليوشن. لو جيت شفت درجه غليان السوليوشن ده هتلاقيه اكتر من 100، وليكن مثلا 120 ديجري سيلسيوس. احنا بنتكلم يعني بالسيلسيوس في الشابتر ده، مش هنتكلم بالكلفن، الشابتر ده بالسيلسيوس، لان يعني فاميليار بالنسبه لنا البويلنج بوينت 100، بنتكلم بالسيلسيوس اسهل. فهنا مقدار الزياده قد ايه؟ مقدار الزياده 20، يبقى الدلتا تي بي مقدار الزياده 20 سيلسيوس. خلاص؟ يبقى الستاندرد بتاعي السولفنت، هنا انا فارض ان السولفنت ميه، لما حطيت ملح ايه اللي حصل؟ زادت ولا قلت؟ البولينج بوينت زادت. ايوه، عشان كده بقول ايه، بيحصل زياده في البولينج بوينت. خلاص؟ طيب ليه يا جماعه؟ علشان يا جماعه الميه ال H2O مع السولت عاملين، شايف السهم المنقط ده؟ عاملين اتراكشن، عاملين ايه؟ نكتب كده اتراكشن. تبقى تاني بس صغر خطي، عاملين ايه؟ اتراكشن. يعني ايه اتراكشن فورسز؟ الاتراكشن فورسز دي هي اللي قللت لي الفيبر بريشر فوق، وهي اللي زودت لي البولينج بوينت. ليه؟ لان البولينج بوينت انت بتسخن، انا هقول لك بالبلدي، هو انت لما تسخن حاجه زي ما تسخن حاجتين، يعني انت كنت بتسخن الميه 100، لما تسخن حاجتين يعني كل ما النمبر اوف كومبوننت زاد كل ما محتاج حراره اكتر، ده بالبلدي يعني. طب عايزين نشوف المعنى الساينتفك بتاعها، هو ايه معنى البولينج بوينت؟ لو انا حاطط هنا فليم من تحت بسخن، حاطط ايه؟ فليم من تحت، ايه معنى البولينج بوينت؟ البوينت ان انا اوصل لمين؟ سواء عندها الفيبر بريشر يساوي الاكسترنال بريشر، الاكسترنال بريشر، ان انا اوصل للاكسترنال بريشر اللي هو ال1 اتموسفير. طيب ازاي هوصل له يا باشمهندسين وانا هنا عامل اتراكشن؟ يبقى محتاج اسخن اكتر ولا محتاج اسخن اقل؟ مش صعبه، بس محتاج اسخن اكتر عشان بغلب على الاتراكشن، صح ولا غلط؟ صح. ها بالظبط. يبقى معنى كده ان انا التسخين الكتير ده او زياده البولينج بوينت سببه ايه؟ الاتراكشن. نكمل كده اتراكشن فورسز، كمل كده انت عشان ما عنديش مكان، بتوين السولت اند الووتر، الاتراكشن فورسز بتوين السولت اند ووتر. خلاص، نتيجه الاتراكشن دي انا احتاجت اسخن اكتر. طيب خلينا نتكلم بالمنطق والمعادلات. الدلتا بي حضرتك لسه قايله ده دلوقتي، دي اسمها الاتراكشن فورسز بتوين ال H2O والسولت، بتوين H2O and salt. نتيجه الاتراكشن فورس دي احتاجت هيت اكتر علشان اوصل للبولينج بوينت. اظن الموضوع دلوقتي مفهوم، يعني مش عايز حد يبقى مش فاهم الكونسبت، لان يا جماعه الموضوع يعني لو ما تفهمش مش هتذاكر من الاخر، يعني لازم يتفهم. طيب عايزين نوصل للمعنى الرياضي بتاع اللي انا قلته ده كله دلوقتي. هقول ايه؟ هقول ان الدلتا تي بي بتتناسب طردي مع الايه؟ مع الام. يعني الرقم ده بيزيد، يبقى 20 يبقى 30 يبقى 40 يبقى 50 يبقى 60، امتى؟ كل ما زود تركيز الملح. اكيد اكيد لو زودت تركيز الملح الاتراكشن هتزيد، فمحتاج تسخن اكتر. الام سمول ده يا جماعه مش معناها ماس، معناها اكتب كده مولالتي. يعني ايه مولالتي؟ دي تركيز، وحده تركيز، تركيز السولت في المي. ايوه، لا مش مول بر ليتر، لا مول بر ليتر دي مولارتي بالظبط. كيلو جرام، مول بر كيلو جرام، تمام. يبقى كده احنا بنتكلم بالرياضه. حد في واقف في حاجه في الحته دي في المعادله دي؟ ان الدلتا بتزيد مع زياده التركيز، لان بتزيد ليه؟ انت الرقم ال100 ده عندك ثابت، انما كل ما بتزود مش هيتغير، ال100 دي ميه، كل ما بتزود الملح تزيد 120 150 160 170، وكل ما تزود نتيجه الاتراكشن. خلاص؟ طيب يبقى ينفع نقول الدلتا تي بي نشيل التناسب ونحط يساوي كونستانت كي بي في الام، ينفع ولا ما ينفعش؟ ايوه. يبقى ده القانون اللي بحسب بيه مقدار الزياده في البولينج بوينت، الدلتا تي بي، ونبروزه كده
ونكتب كده ننزل بسهل نكتب كده ده اسمه ايه المولل بويلينج بوينت اليفيشن كونستانت وده يا جماعه جدول يعني هو في جدول كده في كل كي بي بتاعه السولفنت دي انت ما بتحفظهاش انا بديها لك نكتب كده كونستانت جيفن عارف لما انت بتكتب كده معايا الكونستانت والجيفن انت بتسرع في المساله بتبقى داخل المساله وعارف ده هيدهوني انا هجيب ده لا ده مش عارف ايه بتبقى عارف حدودك ايه طب ده كونستانت وخلصنا منه طب الام دي بحسبها ازاي هل انا هديك لك التركيز تضربهم في بعض تجيب الدلتا ولا انا هخليك تحسب الام انا هخليك تحسب الام الام دي يا جماعه هي عباره عن وحده تركيز واي وحده تركيز هي نسبه بين السولت ومين والميه فنشد خط كده عشان هي نسبه نكتب النمبر اوف مول بتاع السولت على الويت بتاع السولفنت ويت اوف سولفنت بالكيلوغرام شرط اساسي لازم يكون وزن السولفنت كيلوغرام لازم مش بالجرام يبقى المولالتي يا جماعه فوق النمبر اوف مول بتاع السولت يعني الماده الصلبه اللي انت هتدوبها وتحت وزن السولفنت اللي هو اكزامبل الميه بس لازم يكون بالكيلوغرام وبروس كده انت هتحسب الام من هنا تروح داخل بيها في القانون اللي فوق وحاسب الدلتا تي بي بمنتهى سهوله والكي بي انا هديها لك في المساله خلاص هنشوف المسائل لما نجي لها يعني. هنشوف لما نيجي في المسائل ده بالنسبه للدلتا تي بي طب لو انا قلت لك الدلتا دي بتساوي ايه هتقول لي ايه تقول لي التي بي سوليوشن ماينس التي بي سولفنت وبروز كده القانون ده في ثلاث قوانين مهمه جدا قلناهم في البولينج بوينت اخرهم القانون ده الدلتا تي بي طيب ليه سولفنت ناقص سولفنت ليه علشان انا لما جيت دايما انا لما جيت جبت الدلتا هنا قلت 100 ماينس 120 ولا قلت 120 ماينس 100 120 ايه ال 120 سوليوشن ماينس ايه 100 بتاع ماينس سولفنت ايوه فدايما طب امتى بستخدم القانون اللي تحت ده امتى بستخدمه لو طلب التي بي سوليوشن يعني ساعات اديك الدلتا تي بي والتي بي سولفنت وانت تجيب لي التي بي سوليوشن بس يعني انا مش عايز الدلتا انا مديك الدلتا وعايز السوليوشن هتقف عندها لا طبعا الحاجه الاخيره اللي عايز انبه عليها ان السولفنت ده لو ميه البولينج بوينت بتاعته لازم انت تحطها من عندك اللي هي كام 100 ديجري سيلسيوس ما بديهالكش في المساله لو ميه انما لو بنزين او اي سولفنت تاني انا بديك الداتا بتاعته خلاص اتفقنا يبقى السولفنت لو ميه انت بتحط الميه دي من عندك وبيبقى عندك الدلتا تي بي يبقى ينفع تجيب لي كل اللي انا بقولك ده افكار مسائل عشان واحنا ماشيين كاننا بنتعود عليها فلما نيجي نحل تبقى الموضوع سهل بالنسبه لنا. اي اسئله؟ سؤال يا دكتور معلش الام دي ايه تاني؟ قانون الام؟ انهي أيوة قانون يا باشمهندس؟ قانون الام ده اي وحده الام ده الام ده مولاليتي الام ده بالال صح؟ المولاليتي ده تركيز مولاليتي مولاليتي مش مولاريتي مولاليتي ام سمول دي مولاليتي بتساوي ايه؟ النمبر اوف مولز اوف سوليوت النمبر اوف مولز زي ما اقول لك معلقه السكر معلقه المعلقه والاثنين ده بالنسبه للساينتفك نمبر اوف مولز يعني لما يكون عندي نمبر اوف مول كانها معلقه لما يكون عندي اثنين مولز بقول معلقتين كده يعني يبقى كميه السولت بالنمبر اوف مولز على ايه؟ على وزن الميه بالكيلوجرام يديك التركيز تركيز المحلول قد ايه؟ بس كده يبقى انت لما تيجي تحضر تركيز برقم معين عايز تحسبه بتحسبه كده بتجيب النمبر اوف مولز بتاع السولت اللي انت حطيته تحطه فوق في البسط على وزن الايه وزن السولفنت بس بالكيلو جرام تحطه تحت وتقسمهم على بعض يديك تركيز الكوبايه اللي انت محضرها قد ايه وانا هديك الارقام كلها انت مجرد تحسب لي المولاليتي تعوض بيها هنا وانا هديك الكي بي تجيب الدلتا بس جبت الاليفيشن في الايه في البولينج بوينت لو بس وتقف لحد كده لو طلبت منك التي بي سوليوشن البولينج بوينت بتاع السوليوشن ساعتها تدخل في القانون ده اللي انا بروزه وتعوض بالدلتا تي بي ومعاك السولفنت تبقى سهل ان انت تجيب السوليوشن
تمام شكرا. يبقى شفنا حاجتين مهمين بيحصلوا، هم اربع حاجات شفنا منهم دلوقتي حاجتين، لما احط الملح في الميه نتيجه ان الملح يا جماعه بيشفط الميه لتحت، شفنا الحاجتين دول، انخفاض في الفيبر بريشر، شفنا زياده في البولينج بوينت عن نتيجه التجاذب اللي بيحصل بين الملح والميه فمحتاج اسخن اكتر، وشفنا ان البولينج بوينت الفرق ده بيزيد كل ما زودت تركيز الملح. الموضوع بسيط بس ايه عايز تكتبه ورايا كويس وتذاكر اللي انا بكتبه عشان تعرف ايه اللي عليك وايه الملغي من عليك. ان شاء الله هنكمل بكره 3 اللي هي الفريزنج بوينت، هكمل الفريزنج بوينت بكره والاوزموسيس، وهدخل في مسائل السوليوشن وهناخد الالكترون، يعني اللي انا هكمله بكره مش هياخد ساعه، والساعه الثانيه هنشرح فيها الالكتروكيمستري، وان شاء الله يعني ربنا يقدرنا ونخلص بكره ان شاء الله. دكتور اي اسئله؟ هو التمبريتشر بس تعملها كل بالسيليزيوس ولا في حاجه بالكلفن؟ لا لا، هنا الشابتر ده اتعمل بالسيليزيوس عادي، اتعمل بس اقول لك على حاجه، اقول لك على حاجه منطقيه دلوقتي، لو انت جيت اتعملت بالكلفن مع نفس فرق الدلتا مش فارق، لو انت بالظبط نفس الفرق، فيعني الموضوع ايه، مش احنا هنتعامل بالسيليزيوس على طول، عشان كده مفيش ار تحكمني ان انا اتعامل بالكلفن، مفيش زي ما شفنا في الجاز في حته بس صغيره كده اسمها الاوزموسيس، هي دي بس نعوض فيها بالكلفن بس، انما بقيه الشابتر بالسيليزيوس عادي. تمام ماشي. اه دكتور، بقيه الفيديوز هتنزل على ال ام اس ان؟ بقيه الفيديوز هتنزل لما ناخد الالكترو، لان في شابتر اسمه كوروجن لازم ناخد الالكترو عشان ننزله على ال ام اس، فمستنينا ناخد الالكترو علشان ينزلوا الفيديو. فهمت الفكرة؟ اه تمام. لو سمحت يا دكتور. اي. هو الميعاد الاضافي اللي هو الساعة 6 ده هيبقى يوم ايه بالظبط؟ بكرة. تمام.